اليوم عملنا قررنا اليوم ونادينا العباد اليوم. هي راي من عملاول ونحن عندنا مطالب وعندنا لوائح فيها مطالب. المطالب هذه فيها التنظيم، فيها الترقيات، فيها النواب، فيها التقاعد، فيها ساعات العمل، فيها العديد من النقاط العالقة. اثنين، ثم اتفاقيات عاملينها مع وزارة التربية وهبطت كان في الصيف الرائد الرسمي، اليوم نطالبوا بتفعيلها. المشكل في المفاوضات معطلة، وزارة التربية إلى حدود هذه الساعة ما ندتناش باش نتفاوض على مطالب القطاع، ولهذه الأسباب المعلمون غاضبون ومتمسكون بالمطالب. أنا اليوم أنا رسالة لوزارة الداخلية المرة الثانية، المرة الأولى دخلوا على المعلمين في سيدي بوزيد وفي صفاقس وفي جابس في يوم الغضب الجوي، واليوم يعطلوا المعلمين ما يخلوهم يشوفوا تونس. هذه جريمة في حق المعلمين وهذه جريمة في حق شعبنا. اليوم في بالنا الممارسات هذه تجاوزناها. يأتي هذا الحضور تعبير عن غضب وتعبير كذلك عن شدة الأسف من تعاطي الحكومة مع مطالب القطاع، وكأنها بهذا تريد أن تستفرد بالمدرس نهيك، وأنها يعني هذا المطلب مثل مطلب المنحة الخصوصية رفعته نقابة التعليم بعنوان مشقة المهنة. وفي مايو الفارط عندما اشتد الصراع قالوا إن الدولة في حالة فلس باركة بلغتهم بعبارتهم، وبقدرة قادر في شهر جوان وشهر جويلية يغدقون ألاف المليارات على ناهبي أموال الدولة من البنوك والسياحة وغيرها، وبقدرة قادر كذلك إثر التفاوض تسند هذه المنحة لجميع أصناف الوظيفة العمومية. فبتحل كيف نفسر ذلك؟ أكثر ما يؤسف هو التصريحات المسيئة والتصريحات غير متزنة لهذا الوزير الذي وكأنه يعني آلة يقع تعميره باش يعمل هجوم على القطاع التعليمي. نقول له أحببت أم كرهت سنحقق مطالبنا، وإذا كنت تتبجح بالوطنية راهو المعلم هو الذي درسك الوطنية. لا، من المفارقات أنه في قانون الشغل ومنذ 56 إلى الآن، منذ خروج الاستعمار المباشر إلى الآن، أي قطاع يعلن على إضراب مهما كان هذا لابد أن يستدعى للتفاوض. نحن خذنا إلى حد الآن إضراب يومين وإضراب ثلاثة أيام وإضراب إداري والوقفات الاحتجاجية، ولم تستدعى النقابة العامة ولم يستدعى الاتحاد. كان يحكوا على التأثير السلبي للسنة على السنة الدراسية، ما يقومش الوزير يحك راسه وينجح الناس كله. كان جات فما رغبة جدية في التفاوض، ما يصيرش اللي صار. بالنسبة للمنظومة التربوية كل يوم سيد الوزير يخرج في وسائل الإعلام بدل عمل، ومن هذا من شيرة وحده يخرج المستشار نتاعه يقول لك سيد الوزير يفكر بصوت مرتفع في صلب الاتحاد. فما لجان كاملة، فما لجان كاملة معنية بهالملف هذا، وفما خدمة جدية، وفما اقتراحات مهمة ومهمة جدا تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل وتقدم بها النقابة الأساسية، لكن باب الوزارة مو صد ومغلق أمام نقابة التعليم الأساسي وأمام المعلمين. الإصلاحات اللي يحكي عليها السيد الوزير هي إصلاحات مسقطة. الوزير ما يعرفش ما نتصورش أنا ولد الوزير ولا ولد المسؤول باش يقرأ في قسم في 37 و40 تلميذ. نموت ويحيى الوطن.